اعمل معاكو طبق السلطه الظريف جدا اللي احنا ممكن نسميه سلطه الموتزاريلا بالخضار، لانه البطل بتاع طبق السلطه ده هو جبنه الموتزاريلا الفريش دي. فهنا بقى من الوصفات اللي هقول لكم ما ينفعش تبدلوها بالجبنه الموتزاريلا المبشوره الجاهزه في السوبر ماركت. انا عايزه موتزاريلا الفريش دي. خلاص حلو. ايه مكوناتي؟ مكوناتي اي خضار موجود عندكم في التلاجة. انا شخصيا بحب كولكشن او التشكيلة بتاعت الخضار دي هقول لكم عليها. معايا خس، كرنب احمر، طماطم ايا كانت شاري او بلدي، لو موجود كيل مش هيقول لا. معايا كمان فلفل اصفر، فلفل اخضر، معايا اوراق ريحان هفرمها معاكم دلوقتي، مكعبات بصل اخضر، والدريسنج بسيط بساطه رهيبه. دريسنج عباره عن 3 مكونات، منهم مكون هو الملح والفلفل. عباره عن ايه؟ عن خل بلسمك، ومعاه زيت الزيتون، وتقدروا برضو تتحكموا في كمية زيت الزيتون حسب انتوا هتاكلوا ايه، حسب انتوا إيه. لو متقلين في الفطار خلاص هنخفف في الغدا. و هعمل ايه؟ هضرب دول مع بعض. هلاقي قوام معايا ابتدى يمسك نفسه. بصوا مسك نفسه ازاي. طيب السلطة نفسها انا هحط المكونات دي مع بعض ببساطة كده وهقلبها، وهحط كرات الموتزاريلا على الوش. الكرنب الاحمر هنا على فكرة طعمه ظريف قوي، ما تفوتوهوش. حلو ان يبقى عندنا ايه يعني كرنباية حمراء في التلاجة، نقعد نقسمها على وصفات كتير لاننا بنستخدمه وما بنستخدمش منه كميه كبيره. اهو كل الوان الفئه. لا انا هنا ما حطيتش احمر، حطيت بس ايه اصفر واخضر والبصل. هنقلبه بقى. طيب هاخد بقى ايه اوراق الريحان. ريحة الريحان أول ما بيتقطع غير خالص الريحان المجفف الفريش، ريحة وطعم مختلفين خالص. طيب هاخده أحطه، وهجيب معلقة وأقلب السلطة دي. يلا هنحط ايه بقى دلوقتي؟ الموتزاريلا على الوش، وشوية من الدريسنج في بولة في النص كالعادة، لان انا ايه بحب كل حد يحط كمية الدريسنج اللي هو عايزها. ونحط شوية موتزاريلا على الوش. عايزين تقطعوها عايزين تسيبوها سليمة، انا بصراحة بحبها جدا فبحب ايه اسيبها سليمة. وعايزة اقول لكم الموتزاريلا من اكتر الحاجات بالذات الفريش اللي بتمشي مع الطعم الخل البلسمك.